فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله: وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. هذا التفسير هو الذي عليه عامة أهل العلم في تفسير السدل في الصلاة المنهي عنه. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط، مخالف لعامة العلماء. وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق، والحديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. هذا القول الذي ذكره أبو الحسن الآمدي من الحنابلة وابن عقيل أن المراد بالسدل هو الإسبال، وهو نزول الثوب عن الكعبين، هذا وإن كان محرما في الصلاة وفي غيرها، إلا أنه ليس هو المقصود هاهنا، وإنما المقصود تفسير الأول.